السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة جوار السويس. أنا راح أقضي طلب من البيت يا جماعة. الوش السمح ده بشر لي البشرة خير. قولها لي بقى البشرة بقى. رسالة رئيس الجمهورية إن احنا بقت بمية اللي هي الخشنة وصغيرة بـ120. طب كويس والله. رسالة رئيس الجمهورية ده السجق ده بكام؟ سعر بـ100. طب ما نزلش ليه السجق؟ ما هو بـ100 في العمر. لحمة بلدي. لحمة بلدي. سجق بلدي فعلا بـ100 جنيه. ده صغير مش كده؟ لحم صغير ده بكام الكيلو؟ 120. دي ريش دي معايا عشان نمشي مستعد من بعدها. دي جنيه ده بقى 100. والخشن يا جماعه بقى ب100 بدل 110. تمام؟ ده زد ولا كلام؟ طبعا الشغل ده لازم نعرفه عند مين بقى؟ عند جدارة اولاد الجهري في خارجة سوق الانصاري. يعني ادي يا جماعه سوق الانصاري دخلته اهو، سوق الخضار بتاع الانصاري من وراه حلقه السمك. ادي المحل اولاد الجهري. ومعانا يا جماعه ابن الحاج عادل. تعرف حضرتك اسلام الجوهر؟ طبعا اخوك قال لي بوش الخير ان اللحمه نزلت بقت ب100 اللي هي الخشنه و120 الصغيره. وده مش بعيد عليكم على عيله الجوهري. انا اعرف عيله الجوهري من زمان، عمك وابوك وجدك. انت دايما يعني شرف للجزارين بالسويس. وانت اسم حضرتك؟ ميدو المساعد اليمين. احسن واحد بيشفي ها؟ الحمد لله. طيب يا عم الحاج فكنا الفلوس يا عم الحاج، ولا عصارها ندوس ان شاء الله. وريني كنت بتعمل ايه؟ بتقطع ولا مشفي؟ ثلاثة وربع. ثلاثة وربع. دي كام كده يا سيد؟ دي ونص كده. حاضر. اللحمة بقت ب100. حاضر.